مرحبا بحضراتكم مرة كمان، واسمحوا لي قبل ما أبدأ يعني هذه الفقرة، لأن لسه الخبر جاي لنا حالا ولازم يعني نعزي كابتن إسلام الشاطر في وفاة والده. ما عندناش أي معلومات يعني أكتر من أن هو توفي من يعني دقائق قليلة جدا. البقاء لله كابتن إسلام، ربنا يصبركم إن شاء الله ويرحمه، بقاء لله. خلينا نتكلم ونبدأ هذه الفقرة بحديثنا زي ما كنت بقول لحضراتكم في بداية الحلقة عن البطولات المختلفة والميداليات المختلفة اللي بيفوز بيها أبطال مصر في الألعاب الفردية، والتفوق الملحوظ كمان، وأكيد إحنا كمان بنتمنى الألعاب الجماعية تحظى بنفس القدر من التفوق اللي بتحققه الألعاب الفردية. على كل حال هنتكلم في كل هذه الملفات، وهنتكلم كمان في أبرز المشاركات المصرية في البطولات الدولية حاليا. خلينا نرحب بضيفنا العزيز جدا الأستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي. أهلا بحضرتك أستاذ شادي، صباح الهنا. صباح الخير هنا. اهلا بحضرتك. معلش هي بدايه الفقره بس طبعا احنا كل التعازي طبعا كل التعازي مره كمان لكابتن اسلام. ما فيش الم بيكون اشد من فقد احد الاباء يعني. طبعا طبعا يعني موقف بيبقى صعب جدا، نتمنى له ربنا يصبره ويصبر كل اهله يا رب. هبدا مع حضرتك استاذ شادي، وخلينا نكون متفقين في البدايه ان الالعاب الفرديه ما زالت هي المهيمنه في عدد البطولات والإنجازات اللي بتتم باسم مصر. في ناس بتفسر ده إن ده عليه علامة استفهام وإن ده ربما ضربة حظ، وفي ناس تانية بتفسر ده تقول لك لا بالعكس، لأن الاهتمام بيكون concentrated أو مركز أكتر مع اللاعب، وبيكون في اهتمام كسبونسرز وأكتر للألعاب الفردية أكتر من الجمعية. إيه يعني تفسيرك إيه بالظبط؟ تروح لأني وجهة نظر؟ لا، هما الاثنين ممكن يكونوا نفس، يعني الاثنين مكملين لبعض، اللي هو الالعاب الفرديه بعض الاتحادات بيبقى عندها نجوم وابطال خلاص وصلوا للمرحله العالميه، فبالتالي بيتم التركيز عليهم ودعمهم عن طريق برامج الاعداد والمشاركات في بطولات دوليه كتير عشان يحققوا الميداليات. والجزء الثاني متعلق بالرعايه او السبونسرز، طبعا ده جزء مهم جدا، وكنا اتكلمنا في حلقات قبل كده ان الاتحادات الفرديه بتحاول على قد ما تقدر تجيب رعاه للنجوم وبطلاتها والابطال بتوعها عشان ان شاء الله المشاركات القادمه واللي هيبقى اهمها العام القادم في باريس 2024. لكن كون ان النتائج بتحقق عن طريق الصدفه، لا ده مش صح تماما. زي ما انت في الاخبار كنت بتتكلمي عن الترتيب الجديد او التصنيف لابطال وبطلات تنس الطاوله، عمر عصر الدور ربع النهائي اولمبياد طوكيو، الدور ربع النهائي بطوله العالم، فبالتالي ده مش حاجه ضربه حظ، لا ده هي النقطه ان في اعداد وفي تجهيز. ممكن يكون عن طريق اللاعب نفسه وعن طريق الانديه اللي هو بمحترف فيها وعن طريق النادي الاهلي، وجزء ثاني عن طريق الاتحاد ما بيلاقيش كامل الدعم، لان في تصريح سابق لعمر اللي هو كان مقدم بلان كامل لحد باريس 2024 لسه لم يتم النظر ليه او يتم الرد عليه، لكن واضح ان لا هو شغال على نفسه. بالتالي دينا مشرف وباقي الابطال البيالي كل الابطال بتوع مصر، فدي مش حاجه وليده الحظ ولا الصدفه. لو بنتكلم على اتحاد زي الخماسي الحديث، وبالمناسبه النهارده هيبقى في اليوم الاول في نهائي كاس العالم للخماسي الحديث، البطوله اول المحطات المؤهله بقى رسميا لباريس 2024. اتحاد الخماسي الحديث عمره ما كانت نتائجه ولا الاداء للاعبيه ولاعباته عن طريق الصدفه، فبالتالي لا هي ميكس ما بين التخطيط والجزء المادي مهم جدا، فبالتالي هو ده اللي بيطلع النتائج. الالعاب الجماعيه نفس الفكره برضو، لو بنتكلم على العاب الصالات برضو ان انت بتكون مجهز التيم وحاطط بلان ليه هو ده اللي بيخليك تعمل النتائج. يعني على سبيل المثال النادي الاهلي فريق كره اليد، النتائج اللي اتحققت في الموسم الحالي بنفس قائمه اللاعبين لكن مع استخدام خبير او مدرب عالمي عمل كبير جدا. بالظبط، فما فيش حاجه وليده الصدفه في الرياضه، الصدفه بس ممكن تلعب معاك في حاجه واحده بس اللي هي ربنا يكرمك تبعد عنك الاصابه او في القرعه بتاعتك. صحيح. لكن غير كده جوه الماتش يعني الدنيا لا بتبقى ما بتتحسبش فعلا كده. بتفق معاك. طيب خلينا نروح لبعض البطولات المقامه حاليا واحنا يعني بنتكلم. عندك بطوله الجونه الدوليه للسكواش اللي بتتعمل تقريبا بقالها من 2013 تقريبا او 14 حاجه زي كده. انا بالمناسبه كنت بقدم اول نسخه وتاني نسخه ليها، فانا كنت مع البطوله دي وهي لسه بتبدا في مصر، وطبعا اتطورت يعني بس طبعا
تطورت بشكل كبير، لكن هي من البطولات المحببة جدا ومن البطولات اللي واخدة دعم إعلامي كبير، ومن البطولات خلينا نقول على مدار السنوات دي بتتكلم تقريبا 10 سنين ناجحة جدا. فمين دلوقتي وصل لربع النهائي؟ إيه المعلومات أكتر اللي عندك عليها؟ هو بس اللي حابب اشير ان بطوله الجونه وبطوله الاهرام دولت من علامتين بطولات اللوكيشن. اللوكيشن هنا وهنا اكتر بالظبط كده، يعني مرتبط باللوكيشن اكتر، فبالتالي اللاعبين واللاعبات بييجوا عندهم يعني نفس مفتوحه بقى اللي هم يقدموا كل اللي عندهم. صحيح. بالامس كان في مباراه الدور ربع النهائي اسفرت عن وصول نوران جوهر المصنفه الثانيه على العالم للدور نصف النهائي وعلي فرج. اليوم هيبقى يتم استكمال باقي المباريات. زي ما احنا عارفين ان السكواش هيمنه مصريه كامله عن طريق علي فرج ومصطفى عسل وكريم عبد الجواد وطارق مؤمن اللي مبسوط جدا بعودتهم مره اخرى للبطولات والتتويجات والوصول للفاينل. وعلى صعيد السيدات هانيا الحمامي برضو وصلت للدور نصف النهائي بالامس، فبالتالي السكواش والبطوله دي خاصه ليها مذاق خاص عند كل اللاعبين المصريين. اتوقع ان شاء الله بس على صعيد الرجال علي فرج يكمل مسيرته الناجحه بعد العوده من الاصابه ويعني يعود بقى لصداره التصنيف على حساب البروفي دييجو الياس. فبالتالي مفيش خوف ان شاء الله ان فاينل البطوله او المركز الاول هيكون مصري خالص. تختلف بقى الاسماء، انا بحب كذا انت بتحب حد يعني تاني، بس مهم لكن هو في الاخر هيبقى مصري وهنستمر في صداره التصنيف لان الاسكواش مفيش غبار عليه على يعني فيما يخص اللاعبين واللاعبات المصريات. طيب امتى ممكن نشوف الاسكواش يعني داخل في الالعاب او المنافسات الاولمبيه؟ طبعا احنا لحد دلوقتي الموضوع ده غير وارد، ما تفهمش هل الدول قلقانه، هل الدول لان مش كل الدول عندها رانكينج في الاسكواش يعني جيد زي مصر فما بتختارش لعبه الاسكواش حتى، فحتى لا الدول المستضيفه يعني امتى؟ بص في كلام او اقاويل ان ممكن ان شاء الله اولمبيكس 2036 مصر تستضيفها. هتبقى يعني هي دي الحاله الوحيده اللي حدث يعني عشان عشان نكون صراحه بنحاول طبعا ده ملف مهم هنتكلم في تفاصيله. بالظبط. يعني وقت استضافه مصر للاولمبياد هي اللي بتبقى كل دوله مستضيفه من حقها تختار اربع العاب خارج البرنامج الاولمبي، فبالتالي هو ده هيبقى الكيس الوحيد. ليه ما تمش اضافه الاسكواش كلعبه اولمبيه؟ لان عدد الدول اللي تنافس او بتمارس الاسكواش ما بين 6-7 دول، فبالتالي يعني المنافسه جوه الاولمبيكس هيبقى لعدد الدول قليل. الاهتمام الجماهيري او الجذب الجماهيري هيبقى اقل من بعض الالعاب. احنا طبعا يعني الاسكواش معروف يعني من اوائل الدول اللي يعني لعبت سكواش بريطانيا. ففي وقت لندن 2012 كنا توقعنا بنسبه كبيره ان الاسكواش ممكن يبقى من الالعاب الاولمبيه، لكن لم يتم اختياره ايضا للاسباب اللي انا قلتها. فبالتالي ان شاء الله بس لو مصر او اتعملت في اسيا بقى الجزء بتاع باكستان والحته دي وده صعب طبعا الاولمبيات تتعمل هناك، فاتوقع ان شاء الله ان وقت استضافه مصر للاولمبيات هتكون الاسكواش من الالعاب الرئيسيه فيها. طيب هروح للخماسي الحديث، وكان معايا الخبر ده امبارح انا قلته تحديدا وهو عن احمد الجندي للاسف بطلنا الاولمبي يعني اللي حصل على الفضيه في طوكيو، وكنا عندنا امال كبيره جدا عليه في باريس 2024، لكن للاسف انا قلت لحضراتكم امبارح هو مش هيشارك للاصابه. فطبعا خبر احزننا، لكن في الاول وفي الاخر سلامه الابطال بتوعنا اكيد اهم بكتير. بتشوف بقى الدنيا ازاي هتمشي بعد لما بطلنا مش هيشارك؟ فرصنا ازاي؟ فرص مصر ازاي؟ طيب زي ما قلت لك في البدايه النهارده اول يوم في نهائي كاس العالم، دي بتبقى السيريوس بتاعه كؤوس العالم المؤهله للاولمبياد. بالظبط. بتبقى اربع بطولات والاتحاد الدولي بناء على نتيجه الاربع بطولات دولت بيتم اختيار اللاعبين اللي هتشارك في النهائيات. مصر بتشارك بست لاعبين، ثلاث لاعبات وثلاثه لاعبين. اصابه احمد الجندي طبعا مؤثره جدا طبعا، بطل عالمي، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل كده ان الاصابات ممكن تكون هي العامل اللي بيضيع منك ميداليه. خلع في الكتف قبل السفر لأنقرة تركيا. ان شاء الله احمد هيعود اقوى لان هو كان حصل بعد الاولمبيكس اللي فاتت اصابه وعمل عمليه في كتفه، رجع اقوى من الاول وكان حصل على ذهبي كاس عالم في القاهره. لكن انا ما عنديش خوف خالص ان قائمه لاعبين مصر بوجود محمد الجندي الشقيق الاصغر لاحمد واللي حصل على فضيه بطوله العالم الاخيره في اسكندريه العام الماضي، ومهند شعبان اللي يعني البوستر الدعائي للبطوله كان بيتضمن صورته مع المصنف الاول عالميا، والاتحاد الدولي في تقرير ليه قال يعني
المصنف العالمي الأول تشون من كوريا الجنوبية، لكن الأفضل في خلال الموسم الحالي هو مهند شعبان. كويس. فأتوقع إن شاء الله مهند يظهر بصورة كاملة، وبعد انسحاب أو اعتذار الجندي بسبب الإصابة وجود معتز وائل، البطولة دي أهميتها اللي هي فيها بطاقة مباشرة، يعني اللي حصل على الميدالية الذهبية بيضمن تواجده في باريس 2024 على صعيد الرجال والسيدات. نتمنى للثلاث لاعبات سواء سلمى أيمن أو ملك إسماعيل أو هايدي يسري التواجد ضمن او على البوديوم في ضمن الثلاثه الاوائل، واتمنى يعني مع انها فيها صعوبه على صعيد السيدات التتويج بالذهبيه، لكن دي لوجود تنافس قوي ولوجود الفرنسيه، يعني الفرنسيه بتضيع بعض الاوقات، ساعات بتجيب نقط كويسه جدا، والفرنسيه مشكلتها اللي هي لو لا قدر الله حصل سقوط من على الحصان بيضيع كل النقط، فبالتالي بيطلع بره الترتيب. لو الفرنسيه بناتنا عملوها بصوره كامله صحيحه، اتوقع ان شاء الله هيبقى في وجود واحده من اللاعبات على البوديوم ان شاء الله. ان شاء الله الخماسي من الالعاب المتوقعه لها بشده الحصول على ميداليه في باريس وتكرار انجاز طوكيو 2020. طب ايه مشكله برضو الخيل؟ يعني ليه تحديدا الخيل في الخماسي هو اللي ما بيكونش فيه البنات عندنا ليفل عالي؟ يعني ليه هو ليه سواء على السيدات او على الرجال، مشكله في الخيل نفسه ولا مشكله؟ المشكله اللي انت الفرس اللي انت متعوده، انت ما بتاخديش الحصان بتاعك معاك البطوله، ده هي بتبقى هناك وبيتعمل زي درو كده على الحصنه قبل الدور، قبل النهائي والنهائي. اللي بيحصل اللي انت بيبقى ليكي تايم معين بتتعودي على الحصان، فبيبقى الى حد ما الموضوع لاكي شويه، الحصان اللي معاكي ده هادي يعني نيرفس ولا هايبر ولا كده، فهي بس دي ده بينطبق على الكل مش بينطبق على الكل عليهم على الكل. طبعا ما في ابطال على فكره، في بطلات عالم بيخسروا كتير من البطولات بسبب الحصان، فبالتالي انا بقول يعني هو لو عديناها بيبقى فرصنا في الفوز بتزيد اكتر، فهي دي النقطه. وحابب بس اشير لنقطه ان خلاص الفرنسيه اخر عهدها بالخماسي الحديث هيبقى 2024، من بعديها خلاص تم هيلغوها، هيلغوا الفرنسيه، وفي لعبه جديده هيتم اضافتها يعني ما بين القفز الموانع ويعني حاجه زي شبيهه كده للتلي ماتش شويه، ده للمشاكل اللي بتنتج عن الفروسيه تحديدا، يعني تحديدا لان الفروسيه مشاكلها كتير بسبب انتقالات الاحصنه، وفي دول بتبقى فيها معاناه من الموضوع ده، فهي دي من الاسباب. خلاص يعني ان شاء الله سنه كده وربنا يكرم هنضمن بقى ميداليات على طول. يعني أنا أتمنى طبعا ذلك كل التوفيق لأبطالنا في الألعاب المختلفة إن شاء الله اللي بيشاركوا في الأولمبياد وفي البارالمبياد، وده اللي عايزة أروح ليه بقى الملف ده، والبارالمبيكس وأبطالنا البارالمبيين الأكثر من رائعين حقيقة، كل واحد فيهم قصة وكواليس فيها تحدي وفيها صعاب وفيها ثقة في النفس وفيها حاجات كتيرة جدا، وفيها دعم دلوقتي من الدولة وفيها دعم مجتمعي وثقة فيهم، يعني منظومة بقت ناجحة الحمد لله بشكل كبير جدا، وبتحقق عدد ميداليات أكتر من الأولمبياد، يعني قصص نجاح فعلا طبعا. خلينا نطمن عن أبطالنا البارالمبيكس أو البارالمبيين، وإن شاء الله إيه المضمون من الألعاب اللي ممكن نقول لا إحنا ضامنين هنا وهنا وهنا ميداليات؟ طيب احنا كنا دايما اللجنة البارالمبية حاليا في الوقت الحالي برئاسة الأستاذ حسام الدين مصطفى عاملة شغل رائع على جميع المستويات، سواء على جزء الدعم الأبطال أو على جزء الميديا ومعرفة باقي الشعب الغير مهتم بالرياضة بأبطالنا البارالمبيين زاد جدا، بداية من رسالة السيد الرئيس للشغل اللي شغالين دلوقتي فيه في اللجنة البارالمبية. ابتدت الجمهور العادي يتعرف على الأبطال، ايه الألعاب اللي كانت أشهر ألعاب بتجيب ميداليات في البارالمبيكس؟ هي رفع الأثقال طبعا، لسه مخلصين بطولة أفريقيا من حوالي أسبوعين، 30 ميدالية متنوعة، أسماء معروفة مع حفظ الألقاب طبعا، شريف عثمان، فاطمة عمر، رحاب رضوان، محمد إناوي، فبالتالي أبطال كتير. اللي داخل جديد ألعاب القوى، يعني ألعاب القوى كان في الجائزة الكبرى في إيطاليا 11 ميدالية متنوعة، إحنا يعني بحكم برضه خبرتك في الرياضه ما بتسمعيش على الالعاب القوى البارالمبيه، يعني ما كناش بحقق ميداليات، فدي من ضمن الحاجات اللي داخله جديد في طبعا. في بقى باقي الالعاب، في ريشه الطايره البارالمبيه برضه كانوا محققين بطوله افريقيا من فتره. الميداليه في البارالمبيكس ليها معنى وليها رونق وليها احساس مختلف طبعا لكل الناس، قصص نجاح عندك حمدت والاولمبيات اللي فاتت ممكن طبعاً نتكلم طبعاً عنه شويه، لان انا من الناس اللي ابهرني ما شاء الله لو حضراتكم فاكرين حماته طبعا لعب بينج بونج او تنس الطاوله من دون ذراع، بيلعب ببقه بيحط المضرب في بقه بيلعب،
مش بيلعب عادي، هو بيلعب وبيلعب حلو قوي ما شاء الله عليه يعني. ممكن نتكلم عليه شويه، لان البطل ده بطل بجد زي ما اتقال، شخص استثنائي هو كده فعلا ما شاء الله عليه يعني. انا طبعا من ابراهيم معجبينه طبعا حقيقي يعني والله ما شاء الله، تنس طاوله ده ربنا يزيده والله. يعني تنس طاوله ده مجالي، فيعني ابراهيم بقى قصه كفاح عظيمه، قصه الهام لكل الرياضيين والله وللاعبي ولاعبات تنس طاوله خاصه. سهل جدا، سهل جدا اللي انا استسلم للواقع، يعني اللي انا عندي ده الواحد لما بيجي له جزع في ايده ممكن يقعد 3 4 ايام عايز يريح حاجه صغيره كده حاجه تزعلنا يعني نقول خلاص الدنيا وحشه وبتاع. بالظبط بالظبط. لكن ابراهيم ما استسلمش للواقع، حب الرياضه، حب تنس طاوله، ابتدى يتفوق على نفسه وابتدى يشوف طب انا اقدر اعمل استفيد من الموضوع ده ازاي. الشغف والحب قصه الهام زي ما قلت لك لكل العالم، يعني الاولمبيكس البارالمبيكس بتاعت 2020 في طوكيو الناس كلها كانت ملهاش حديث غير عن ابراهيم حمادته. مشاركاته دايما والبطولات اللي بيشارك فيها اهو طبعا يعني طبعا يعني عندنا على الشاشه الكبيره طبعا يعني يعني في تحيه وشرف لاي حد يتعرف على البطل ده. الحديث معاه ممتع جدا. احنا في اولمبياد طوكيو انا وكريم جبناه على التليفون وهم موجودين هناك مع البعثه، واتكلمنا معاه وقد ايه كان عنده باشن، واتكلم اللي هو انا ان شاء الله مش هرجع غير لما احقق ميداليه، وقد ايه هو مبسوط، وقد ايه الناس هناك كمان كانوا بيشجعوه يعني. ردود الافعال كمان من الصحافه والمتابعين الاجانب من مختلف انحاء العالم كانوا بيتابعوه في المباريات بتاعته تحديدا، فهو عمل حاله حلوه جدا. ويمكن هو دلوقتي في بطوله كمان في الاردن حسب ما انا عارفه. بصي هقول لك على حاجه، لو انت واقفه او قاعده في الصاله اللي بتستضيف اولمبياد تنس طاوله ولقيتي ابراهيم داخل الملعب، سوري يعني ربنا يعافيه، يعني انت اول سؤال هو هيلعب ازاي؟ صح سبحان الله. فتخيلي بقى بيلعب كده، فبيدي انطباع لكل الناس ان هو لا الموضوع يعني عايز اعمل حاجه هوصل لها. بعد الاولمبيكس يعني ربنا ما وفقوش في طوكيو، بس كان عامل حاله وكل العالم كان بيتكلم عليه، لو كلمتيه دلوقتي هيقول لك ان شاء الله انا في باريس 2024 هعمل كل اللي عليا عشان ارجع بميداليه. هو مش هيقدر لما يجيب ميداليه. فبقى 2024 2028 انا معاكم ان شاء الله يا رب يحققها. فكل التوفيق ليكم. عايز اقول لك يعني اسطوره، واحد من اساطير تنس الطاوله المصريه سيد لاشين، صديق شخصي ليه، والاثنين تحس ان هم بيشدوا بعض، يعني ده بيتعلم من ده وده بيتعلم من ده. تعرف حاجه استاذ شادي، انا نفسي المثال اللي قدامنا دلوقتي حمادته وغيره طبعا من ابطالنا دول اللي بعد كده يتعمل الاعلانات بتاعه الشركات بيهم طبعا. يعني دي الناس اللي عايزه دعم، ودي الناس النماذج اللي فعلا عايزين العالم وعايزين المجتمع بتاعنا والشباب الصغير والاطفال يشوفوهم في الاعلانات. يعني كده كده انت هتعمل حضرتك كشركه ككيان الاعلان بتاعك، بس تستخدم الابطال دول، الابطال دول في امس الحاجه للدعم المادي، وفي نفس الوقت في امس الحاجه ان المجتمع كله يبقى يعني عارف هم مين. ونتمنى دي قصص نجاح طبعا. يعني حضراتكم طبعا مش عارفين الكواليس اللي بيمروا بيها، التحديات اللي بيمروا بيها، شخصيات احنا لازم تكون ملهمه عندنا للاجيال الصغيره. والكويس اللي هي نماذج مجانيه حيه، يعني انت مش هتتكلم على افتراضات، يعني مش هتقول له صحيح لو عملت هتبقى كذا. اتمنى يعني طبعا انا بضم صوتي لصوتك ان فعلا الرعاه يعملوا اعلانات ليهم، انا ما نفسي يبقاش قبل الاولمبيكس بس، لا يعني انا مش قبل نفسي في كل البارالمبيكس. رمضان بقى مع الاعلانات، صح ومع احترامي طبعا للاعلاميين وزملائي والفنانين برضو منهم اصحابي كتير، احنا عايزين نشوف الابطال الرياضيين في النموذج الاعلانات ده دي، ما ينفعش احنا عايزين يتعمل له نشوف ابطال مسلسل؟ رياضيين بجد يعني، عايزين نشوف ابطال رياضيين بس يعني. اتمنى النموذج ده ما يتعملش عليه مسلسل كامل؟ والله يتعمل 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 ويتعمل. يتعمل جدا احنا يتعمل. نفسنا في اعمال دراميه او اعمال سينمائيه ليها علاقه بقصص نجاح لابطالنا، طبعا هاتوا المسلسل نموذج ناجح بالظبط. ولو حتى نموذج يعني وهمي بس بيحكي عن قصص، كذا قصه لكذا بطل. المسلسل اللي اتعمل لفريال وهدايا وسمر زاد جدا من معرفة الناس بيهم، بالظبط يعني بس ده عمل، احنا عايزين أعمال اعمال بقى، طبعا عايزين اعمال بقى طبعا. يعني. نفسي يتم التركيز اكتر. زي ما بتقولي لي ده صوتك وتكلم ده صوتك بقى في المنطقة والله دي، يعني بقول ده ده على طول بالظبط صدقني يعني، بالظبط. الواحد لازم يكون كلامه باللي هو مؤمن بيه كمان لصالح المجتمع يعني. كلام محترم، وده هياخدنا بقى للاولمبياد تحديدا 2024،
وده حديث الساعة برضو. احنا كل ما بيكون معانا بطل او حد من الاتحاد من رؤساء الاتحادات المختلفة بنسأله استعدادات حضرتك ايه عشان اولمبياد باريس، ايه المشاكل، ايه النواقص، ايه الازمات، ايه الايجابيات، التواصل مع الوزارة، يعني كل حاجة عايزين نطمن. خلاص الوقت بيجري، احنا كنا لسه خارجين من طوكيو، يعني ازاي كده؟ طيب طبعا الفترة اللي فاتت كان على الساحة موضوع مهم جدا متعلق بعدم عودة أحد لاعبي المصارعة لمصر بعد المشاركة في البطولة العربية. الموضوع دلوقتي عايزين في مشكلة، فإحنا ما نتكلمش على حاجات جانبية، إحنا نتكلم على أسباب المشكلة. رؤساء الاتحادات واللاعبين والإداريين وكل المنظومة في أي رياضة بالنسبة لها الحصول على ميدالية أولمبية لبطل في الاتحاد ده بيعلي من يعني طبعا صح طبعا كده؟ في الأول وفي الآخر ده مصلحة بالظبط، عشان بتسمع كده بتعمل يا استاذ شادي. لما حصلت ازمه بخدوده انا من الناس اللي كنت طلعت اتكلمت قلت انا اشك لان الواقع والمنطق ما يقولش ان ده حقيقي، اشك ان يكون في مسؤول في اتحاد ما مش عايز الابطال بتوعه يبقوا ناجحين ويحصلوا على ميداليات وان هو يبقى بيئه خصبه ليهم. فكره ان يبقى في حاجه طارده كده بهذا الشكل لابطال مصريين، وهو على فكره يعني بخدوده حاصل على ميداليه فضيه مش بطل فاشل يعني او شخص فاشل رياضي فاشل، لا فهو نموذج ناجح. فكره ان هو يعمل كده عايزين نعالج ده، ايوه عايزين نعالج ده لان احنا يعني مش فاهمين. هسألك سؤال. زمان كنا بنتكلم على اللاعبين اللي بيتموا سفرهم وعدم عودتهم لمصر واللعب بجنسيات تانية ان السبب مادي بحت، صح كده؟ والجزء الثاني التعامل والاسلوب. ويمكن التعامل والاسلوب اهم اكتر، اكتر، وده اللي كان بيعاني منه بعض الرياضيين اكتر. وكمان كان في الاتحادات اللي هي الالعاب اللي هي فيها صعوبات ماديه زي رفع الاثقال والمصارعه تحديدا. ممكن. ابتدى ناس تمشي في سكواش وفرسيه، صح. فالموضوع مش مادي بحت، الموضوع تعامل. صح، انا وانت بتفق معاك. صح كده؟ كويس قوي الحمد لله. اول مره نتفق. لا لا اتفقنا كتير، بس هو فعلا هي دي النقطه اللي انت انا ممكن ما تدينيش الفلوس اللي انا شايف اللي هي مناسبه ليا، بس على الاقل بتعاملني باسلوب كويس. صح. على الاقل ما بتقلش يعني ما بتقللش من قيمتي. الدعم المعنوي ده شيء يعني مهم اساسي جدا. اساسي لينا كلنا في كل مجالات في حياتنا بالظبط، في البيت وصدقيني يعني. السن الصغير لو قلت له شابوه وجدع والمره الجايه هتعمل اكتر من اللي انت عملته حتى لو واخد ذهب، صدقيني هتلاقي الموضوع مختلف تماما. صدقني انت لو واحد عنده 60 سنه مش صح سن وقلت له شكرا وقلت له انت عامل لي وعامل لي هتلاقي فيه انت لازم عطاء تابريشيت اكتر. يعني ابريشيشن. بالظبط، لان دي حاجه مهمه كل الناس بتستمتع بيها. صح. فانت دلوقتي الجزء ده مهم جدا، ودايما دايما ما نبررش، احنا ندور على الاخطاء ونعالجها، لان والله. انت عندك دفوهات، طالما حصل مشكله يبقى انت عندك اسباب ليها. صح. فاحنا نشوف الاسباب، الاسباب دلوقتي متعلقه بالتعامل النفسي، كل الاتحادات الرياضيه الناجحه هتلاقي مع المنتخبات الوطنيه بتاعتها دكتور نفسي بيعرف يجهز اللعيبه، كل الاتحادات الناجحه. هو ده الطبيعي طبعا في العالم بالظبط كله طبعا. بالظبط بالظبط. النادي الاهلي الفريق الاول لكره القدم لما ايوه. حب يشوف لعيبته عندها مشاكل في ايه جاب دكتور محمود وشفت ابو الوقت. التحسن ازاي موجود جدا حقيقه جدا يعني. جدا، لان في الاول في الاخر انا كمدرب هتعامل بالطريقه الطبيعيه مش العلميه، فبالتالي كل اتحاد لازم يحاول على قد ما يقدر يريح اللعيبه بتاعته نفسيا، لان الاعداد النفسي مهم جدا. الجزء الثاني هيتعلق ببرامج الاعداد، احنا دلوقتي خلاص الصيف ده هيبقى فيه فتره او بطولات مؤهله لباريس، يعني لو اتكلمنا على اول شهر 9 هنعرف بالظبط اسماء كتير جدا من ابطال مصر اتاهلوا لباريس. انت خطتك ايه؟ ما الخطه مش وقت لما بتحصل النتيجه، انت الخطه المفروض بخطه الاعداد بتاعتك فشور طبعا من من نهايه قبل. الاولمبياد اللي فاتت. بالظبط بالظبط بالظبط. مش هتلاقي اتحاد وليد صدفه، يعني مش اتحاد تلاقي اتحاد بيعمل نتيجه او ميداليه في الاولمبياد وليده صدفه. والله اوقات بتحصل. بتلاقي كده ميداليات حصلنا عليها واسماء لابطال ممكن احمد الجندي يعني. بالنسبه للجمهور العام في طوكيو ما كانش حد يتوقع، لكن الناس اللي انفولفت في الموضوع او المتابعه للرياضات الاخرى كانوا متوقعين للجندي يعمل حاجه. فبالتالي لو جت صدفه تمام، بس ما يبقاش ده الاساس، يعني هي لو جات لك ميداليه صدفه
فده تمام كرم من عند ربنا، لكن مش الاساس بقى انا كل ما اروح اقعد ادعي. يعني لازم نشتغل، ولازم ان وزاره الشباب والرياضه يبقى الموضوع اتقل من كده، والضغط مش ضغط، المتابعه اكتر من كده. مش دورك اللي انا ادي التمويل للاتحاد او الدعم وخلاص، لازم اشوف بيتصرف ازاي، لان لازم اشوف كل اتحاد بيصرف على لعيبته ولا لا. المرتبات سوري الهزيله اللي اللعيبه بتاخدها، خاصه ان كل لاعب بيحتاج يعني مبالغ وهميه فيما يخص الاعداد الغذائي او البرامج الغذائيه ليهم. فانت كل الكلام ده، وبرضه مش اللي انا اجيبهم في المركز الاولمبي في المعادي وهم قاعدين وفول بورد وول انكلوسيف واقول لا هم كده تمام. لا 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 لا, 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 لا يعني يعني في سبلمنتس وفي حاجات تانية كتير جدا المفروض ان الوزاره واللجنه الاولمبيه يبقى دورها اقوى من كده فيها ان شاء الله. هو الاستعمال او التطوير اللي حاصل في كل المجالات محتاجين نطبقه، بس يعني التطوير في الفكر وتطبيق في الاليات حلوه دي قوي، يعني مش موجوده حلوة بصراحه. حلوه دي قوي، يعني الكلمه دي بجد احييك عليها. التطوير، كل حاجه اتطورت، استحاله نفضل واقفين زي ما احنا. في بعض الحاجات لسه ماشيين يعني بالنظام القديم، فلا كل حاجه اتطورت يعني في كل حاجه. صحيح. وبرضه ارجع واقول لك تاني، كل الاتحادات الناجحه هتلاقيها ابديتد، بل بالعكس، بل بالعكس الابديتس اللي بتحصل هتلاقيها من ناس من جوه الاتحاد بتاعنا. يعني مثلا رئيس لجنه اللاعبين في الاتحاد الدولي للخماسي الحديث كابتن ياسر حفني، المستشار الفني للاتحاد للمنتخبات الوطنيه. يعني ده رئيس لجنه اللاعبين، ده بقى اللي بيقول اللعبه بعد كده رايحه لفين. ففي نماذج كتير جدا نقدر نعتمد عليها ونواكب الابديتس اللي بتحصل، عشان هي دي اللي تؤدي للنتائج. فأنا طبعا بحييكي على الكلمة دي، وأتمنى أن كل الاتحادات تشتغل بنفس الكونسبت. يعني بالضبط، أنا أتمنى ذلك، ويكون في كل مكان الأشخاص اللي هي على دراية ودراسة بالفيلد اللي هم بيشتغلوا فيه، لأن دي أنا حابب أضيف حاجة على الذكر. يعني حاليا بتقام بطوله العالم للتايكوندو في مدينه باكو في اذربيجان. تمام. نماذج مصريه رائعه سواء على المستوى التنظيمي، رئيس لجنه المسابقات محمد شعبان مصري، الحكام اللي بيحكموا النهائي محمد عادل ومي السيد مصريين، الابطال الرياضيين بقياده الاولمبي سيف عيسى اللي ان شاء الله بيلعب النهارده، واتمنى ان شاء الله اللي هو يحقق ميداليه، لان دي برضو من ضمن البطولات المؤهله بقى للاولمبيكس يعني بنقاط. يعني الذهبيه ب 140 نقطه، الميداليه الفضيه 80، البرونزيه 50، لحد المركز 65 بياخد نقط. فبالتالي دي من ضمن المحطات المؤهله لباريس للعبه التايكوندو، فاتمنى ليهم التوفيق. وكل النماذج المصرية الموجودة في على الساحات العالمية نتمنى لهم التوفيق دايما وزيادتها إن شاء الله. حلو جدا، ولازم هنحضر بقى. أنا ناوية إن شاء الله أروح يعني باريس مع الأولمبياد، هتبقى أول مرة في حياتي أحضر، وكمان هي معمولة في باريس وأنا بحب باريس. نعمل كل الحلقات أهو مع بعض، يعني لازم نعمل حلقة هناك بقى. ده والله تبقى حلوة جدا لو عملنا تغطية طبعا هناك. طب. يعني أتمنى. بص الأولمبيكس حاجة تانية خالص خالص خالص، عكس البطولات العالم للعبة. يعني يعني مثلا طبعا كاس عالم لكره القدم دي حاجه كده جانبيه، لما تحضري بتقولي انا حضرت بطولات عالم وكؤوس عالم اتلعبت هنا في مصر، حاجه وهميه. تخيلي الاولمبيكس حاجه تانية خالص طبعًا. يعني وان شاء الله ان شاء الله لو ربنا كرم وانت هناك هتشوفي عدد ميداليات حلو قوي. انا حاسه كده والله، ممكن وشي حلو دايما على الاهلي والله. ما في مباراه حضرتها غير ما الاهلي فاز بثلاثه. طب يوم الاحد بقى، يوم الاحد اشوفك في الاستاد. والله انا ما بفكر في، انا ان شاء الله رايحه يعني. ان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله خير. استاذ شادي والله نورتني، فقره جميله كالعاده. ميرسي جدا، واكيد هيبقى لينا لقاء تاني، ان هذا الملف من الملفات المهمه اللي هنقعد نتكلم فيها ونغطيها، ونشوف الاتحادات اتطورت في ايه وحققت ايه لغايه ان شاء الله الاولمبياد بتاعت 2024 ان شاء الله. واتمنى بس يكون كل الجمهور استمتع بالفقره، وان شاء الله في المره الجايه كتير بقى نتكلم. ان شاء الله خير ان شاء الله. هنروح فاصل ونرجع مع حضراتكم عشان الفقرة الأخيرة، خليكم معانا.